الإبداع. قصة ابتدأت منذ خلق نبي الله آدم عليه السلام. كان إبليس أول نموذج من نماذج الإدعاء حين خرج على الضوابط والأسس والواقع وتحدث عن مكانة لم يبوئها الله له، واستمر الإدعاء بعده من الألوهية والنبوة إلى إدعاء المهدوية على مدى 14 قرناً. لا يكاد يخلو زمن من إدعاء المهدوية. ادعى العشرات أنهم الإمام المهدي عجل الله فرجه. وهنا يطرح سؤال: هل هناك طريقة للتمييز بين الإمام الذي هو حجة من الله على عباده وبين مدع كذاب؟ لقد تعرض النبي محمد صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام من بعده إلى ذكر بعض الخصائص والمميزات والمواصفات التي تكون حداً فاصلاً لتمييز الإمام المهدي عجل الله فرجه عن غيره. فمواصفات الإمام المهدي الجسدية والخلقية وكذلك نسبه الشريف فيها نوع من الإشارة إلى كونها علامات فارقة. هذا طريق من طرق معرفته، ولقد أشار الإمام الصادق عليه السلام إلى طريقة أخرى، وهي تكمن في سؤاله عن أسئلة لا يجيب فيها إلا مثله، فتكون تلك علامة صدق دعواه. عن المفضل بن عمرو قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبتين، يرجع في أحدها إلى أهله والأخرى يقال: هلك في أي واد سلك؟ قلت: كيف نصنع إذا كان ذلك؟ قال: إن ادعى مدع فاسألوه عن تلك العظائم التي يجيب فيها مثله. كما يمكن التعرف على الإمام المهدي عجل الله فرجه عبر إتيانه بالمعجزة، لأن المعجزة نوع تحكم بنواميس الطبيعة يعطيها الله تعالى للحجج من خلقه للاستدلال على صدقهم. قال الإمام الصادق عليه السلام: ما من معجزة من معجزات الأنبياء والأوصياء إلا يظهر الله تبارك وتعالى مثلها على يد قائمنا لإتمام الحجة على الأعداء.